جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: ما هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة الرباعية؟ ولقد سمعت أن الرسول قصر في 3 أميال وهو يرى أشراف المدينة، وهناك من يقول ب80 كيلو فما فوق. ما هو الأمر الصحيح؟ وما هي أقل مسافة تقصر فيها الصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فعلق جواز القصر بالسفر وهو الضرب في الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فإنه يقصر الصلاة من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها. وأما المسافة محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الفتوى في هذه البلاد أن المسافة تقدر ب80 كيلو فأكثر، وهي مسيرة يومين للراحلة، مسيرة يومين للراحلة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. فحدد صلى الله عليه وسلم السفر الذي يشترط له المحرم بمسيرة يومين، يعني مرحلتين للراحلة بمشي الأقدام ودبيب الأحمال في ذلك الوقت. وقد قدرت هذه المسافة بمسيرة 80 كيلو، يعني كل مرحلة 40 كيلو. هذا هو الذي جرى عليه العمل في هذه البلاد. وهناك من يرى أن المسافة 3 أيام للراحلة، ومنهم من يرى أنها يوم وليلة، ومنهم من يرى أن مطلق السفر ما يسمى سفرا ويؤخذ له الزاد والمزاد، فإنه يترخص فيه بالصيام بالإفطار وقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين. فعلى كل حال الأمر كما ذكرنا، المفتى به والذي جرى عليه العمل في هذه البلاد مسيرة يومين ويقدران ب80 كيلو. نعم.